شكرا. هو هذا اللقاء الوطني اليوم لقاء هام، لقاء تنسيقي مع ممثلين المهنة، مع ممثلين اتحاد الفلاحين، مع غرفة الفلاحة ورؤساء فيدرالية المربين تاع المواشي، ومع رؤساء شعبة اللحوم الحمراء. وهذا اللقاء تشاوري لأجل يعني دراسة يعني القضايا التي تهمنا، خاصة في تثمين المنتوج الوطني، وهذا اللي نشتغل عليه. فيه ثروات يعني الله يبارك كبيرة، خاصة في تربية المواشي عندنا يعني عدد كبير من رؤوس الأغنام، وعندنا مناطق تاع تربية المواشي هي كما تعرفوا مناطق تاع السهوب اللي رانا نتابعها. وهذا اللقاء إن شاء الله سوف ندرس كيفية استغلال هذه الثروات يعني الحيوانية. عندنا منشآت تاع الدولة، منشآت واستثمارات كبيرة تاع المسالخ هذه العصرية اللي تعتبر يعني مسالخ في المقاييس الدولية، كيف يتم استغلالها استغلال أمثل، وكيف يعني استغلالها لصالح الموال أولا ولا المربي، ولصالح السوق الوطني لحفاظ الاستقرار تاع السوق الوطني من ترشيد الواردات، ولما لا للانخراط في عملية التصدير، لأنه كما تعلمون عندنا لحم سلالات يعني معروفة على المستوى العالمي، عندها جودة عالمية. هذا هو يعني الهدف الأساسي اللي تلقينا عليه اليوم. إضافة إلى ذلك فيه قضية الأعلاف وقضية المراعي، نحن نشتغل لدراسة كيفاش يعني المربيين في المناطق السهوب يكون لهم يعني إمكانية استغلال المراعي، استغلال منظم، استغلال مستدام، وهذا مع تنظيم الفاعلين على مستوى المحلي. هذا هو اللي رانا نشتغل عليه، وكيف يكون توفير الأعلاف يعني بأنواعها بالأسوام المقبولة، وتكون وفرة متاحة لدى المنتجين باش المربين تاعنا يشتغلوا بكل أريحية، ويكون ثانيك دراسة إمكانيات يعني استغلال بعض المنتوجات نتاع هذا المربين كالصوف كالجلود، وهذه راح تمكننا حتى الأولاد المربين ولا الساكنة في الريف راح تكون يعني طريقة لخلق يعني العمل وخلق الشغل وخلق قيمة مضافة في المناطق هذه، وهذا ما نشتغل عليه في إطار تنمية المناطق الريفية، خاصة المناطق السهوب. كما تعرفون المناطق السهوب هي مناطق هشة اللي متعرضة للتغيرات المناخية، وهذا ما يخلينا باش ندخلوا مع المربين وندخلوا مع الفاعلين أخرين، وفي حتى قضية السد الأخضر، في قضية العشب يعني باش نحافظوا عليه، وفيه ثروة هامة هي الثروة تاع الحلفة اللي لازم استعادها وبعثها من جديد وتثمينها، وهذا ما يخلينا إن شاء الله باش نكونوا يعني عندنا اقتصاد متكامل واقتصاد مزدهر، وهذا هو أساس يعني اللقاء تاع اليوم.